تخلى عنها والداها حين كان عمرها 4 أشهر، وتم إيداعها في ملجأ من أجل عرضها للتبني. اتهم الوالدان اللذان تبنياها بتعذيبها حتى فارقت الحياة. إنها قصة رحيل الفتاة الكورية جونغ إن. في شهر أكتوبر من العام 2020 اصطحبت الزوجة جانغ هايونغ والزوج آن سونغ إن طفلتهما بالتبني إلى المستشفى للفحص بعد أن ساءت حالتها الصحية. بعد ساعات من دخولها المستشفى فارقت الطفلة الحياة، وبفحص جثمانها من قبل الأطباء تبين لهم وجود كدمات في كل مكان بالجسد، وقاموا بإبلاغ الشرطة. في يوم 13 من أكتوبر 2020 ألقت الشرطة القبض على الزوجين بتهمة التسبب في وفاة طفلتهما بالتبني جونغ إن. بدأت القصة حين قام الزوجين جانغ وآن بتبني الطفلة جونغ إن والتي تخلى عنها والداها الأصليان. عاد الزوجان للبيت لتكون جونغ إن أختا صغرى لابنتهما البالغة من العمر 4 سنوات. كان عمر جونغ إن 4 أشهر فقط في ذلك الوقت. طوال فترة وجود الطفلة جونغ إن في بيت تلك العائلة كثيرا ما كان الجيران يسمعون صرخات الطفلة، ولكنهم لم يظنوا السوء. في أحد المرات لاحظ أحد الجيران أن الطفلة تصرخ وحيدة داخل السيارة أمام منزل الزوجين. قام على الفور بإبلاغ الشرطة والتي حضرت وأخرجت الطفلة من السيارة وأعادتها إلى الزوجين. وذات مرة حين أخذت الزوجة جانغ الطفلة إلى دار الحضانة التي كانت تأخذها إليها، لاحظت مشرفة الدار وجود علامات ضرب وكدمات على جسد الطفلة، فقامت بإبلاغ الشرطة على الفور. حين حضرت الشرطة قامت بسؤال الزوجين عن تلك الآثار، وحينها أجاب الأب أن هذه الكدمات قد تكون ناجمة عن جلسة التدليك التي قمنا بها للطفلة، وربما أخطأنا بعمل التدليك بشكل مبالغ فيه. ظلت الطفلة لدى الزوجين حتى بلغت من العمر 16 شهرا، وفي أحد الأيام ظهر عليها الإعياء الشديد والذي أجبر على أثره الزوجين على اصطحابها إلى المستشفى، وهناك فارقت الحياة وقامت المستشفى باستدعاء الشرطة. قامت الشرطة بتوجيه تهمة التعذيب الذي أفضى إلى الموت للزوجين، واللذان أنكرا في بداية التحقيقات الاتهامات الموجهة لهما من الشرطة بأنهما قاما بتعذيب الطفلة وتسببا في وفاتها، وأنه لا علاقة لهما بوفاة الطفلة جونغ إن. إلا أن الشرطة واجهت الزوجة بحقيقة أنها قامت بتصوير أكثر من 800 فيديو لنفسها وهي تسيء نفسيا وجسديا إلى الطفلة جونغ إن، وأن نتائج تقرير تشريح الجثة يشير إلى أن سبب الوفاة هو أضرار لحقت بمنطقة البطن بسبب ضربة قوية. أثار هذا الخبر حالة من الغضب، تفاعل معها الناس عن طريق رفع عرائض يطالبون فيها بمحاكمة الزوجين بتهمة التسبب بمقتل الطفلة، مما يظهر مدى صدمة الناس والأسى الذي يشعرون به تجاه الطفلة الراحلة. ما زاد الأمر سوءا أن هذه العائلة كانت قد ظهرت في برنامج تلفزيوني يسمى One Average Family، والذي ظهروا فيه على أنهم عائلة لطيفة وسعيدة.
في 2 يناير 2021 عرضت حلقة من برنامج Unanswered Questions، والتي كشفت الحقيقة الأكثر بشاعة وراء مستوى الإساءة الفعلية التي تعرضت لها الطفلة جونغ إن خلال الفترة التي قضتها مع هذه العائلة. زعم البرنامج في الحلقة التي تحمل اسم لماذا توفيت جونغ إن أن الضرر الذي لحق بمنطقة البطن كان عبارة عن تمزق في البنكرياس على وجه التحديد. وقد أوضح أحد الأطباء الذين استضافهم البرنامج بقوله: تمزق البنكرياس من دون شك يعتبر من الدرجة الثالثة في مقياس مدى شدة الإصابة. قال البرنامج أنه حتى تتلقى طفلة في هذا السن ضرر من الدرجة الثالثة في منطقة البطن، يجب أن تكون القوة التي تعرضت لها ما بين 3800 إلى 4200 نيوتن. أجرى البرنامج مجموعة من الاختبارات للوصول إلى ما نوع الإساءة التي تعرضت لها جونغ إن عن طريق استخدام مجسمات مانيكوينز، وجعلوا إحدى الموظفات التي لديها طول ووزن مقارب للأم أن تقوم بضرب المجسم. كما قال خبير هندسي كان يشرف على التجربة في البرنامج أن القوة الموجهة للجسم تصبح أعلى إذا كان الجسم ملاصقا للحائط، حيث أنه يمتص 100% من القوة الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الأم على الأرجح كانت تثبت الطفلة في وضعيات تجعلها تتلقى كامل القوة الموجهة لها. وبناء على ما كشفوه، حاولت الموظفة تجربة عدة وضعيات للعنف الجسدي، وفقط حين قفزت الموظفة من على الأريكة على المجسم تمكنت أخيرا من الوصول إلى قوة 3869 نيوتن. أوضح البرنامج أنه من غير المعلوم ما إذا كانت الأم قد قفزت فعلا على بطن الطفلة بنفس الطريقة التي فعلتها الموظفة أم لا، لكنهم اختتموا الحلقة موضحين أن مزاعم الأم بأن الطفلة سقطت حين كانت تحملها وهو ما تسبب بالضرر لها على الأغلب غير صحيحة، وأنه لا بد وأنها قد تلقت قوة هائلة من الإساءة الجسدية مثل قفز شخص بالغ على بطنها حتى أصيبت بذلك الضرر في منطقة البطن، ألا وهو تمزق البنكرياس. لا تزال القضية في أروقة المحاكم ولم يتم الحكم فيها على الزوجين حتى الآن.